السلام عليكم. دش أنا اليوم وزير الصحة بولاية عنابة وبالضبط في بلدية البني. إذن دش أنا أول مركز جهوي لحقن الدم بالشرق الجزائري، واللي هو مختص في تجميع وتصنيف و يعني دراسة ومعالجة كل ما يتعلق بالدم، ويعني يعتبر هذا المركز إضافة نوعية في تدعيم وتطوير المنظومة الصحية في الجزائر ككل. إذا مبروك للناس نتاع عنابة والشرق الجزائري بهذا المركز الجديد، واللي بالمناسبة دشن عدة منشآت صحية في منطقة في ولاية عنابة سوف نتعرض إليها في فيديوهات أخرى إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.